ما جابها القلم يجيبها القدم. مثل تغنى به المغاربة معلقين ما لهم على الجانب الرياضي كفرصة لإثبات ذواتهم وتحسين وضعيتهم الاجتماعية قبل أن يصطدموا بواقع لا يمث بصلة لما رسموه من أحلام. الأمثلة الرياضية التي لم تجد الدعم المناسب لتمثيل بلادها رغم الكفاءة العالية لا تعد ولا تحصى، ناهيك عن شكاوى الرياضيين الذين تربوا في كنف دول أخرى وحققوا إنجازات غير مسبوقة قادتهم لنجاحات لم تمنعهم من التفكير في الاستثمار في بلدهم الأم ونقل تجاربهم إليه ليخيب ظنهم بسوء التدبير وهم شعلة من الطاقة والشغف. مشهد الخيبة في الجانب الرياضي يزداد ظلمة كلما تكررت سيناريوهات هروب الرياضيين إلى دول أجنبية بغية تحقيق مستقبل تهدده الزبونية وتخضعه لغة المصالح في ظل وجود موارد تضمن تطوره والرفع من قيمته المحلية والقارية إن وجد من يحمله على عاتقه بضمير لا تعطله المصلحة الخاصة.